حبيبي شو مشتاقت لك انا؟ اخ يا ربي والله وانا اكثر. بتعرف شغله؟ كل ما بشوفك بحس حالي انه اول مره بحياتي بشوفك. وانا يا حبيبي انه قلنا 3 سنين متزوجين ولهلا بحس انه حبنا عم يتجدد يوم عن الثاني. بخير ربك يا روحي. شو بحكي؟ بتجنني يا عمري. بتاخذي الحق. ايه؟ بس انا زعلانة. لك معاش الزعل، ليه زعلانة يا عمري؟ انت وعدتني انه تاخذني نسهر. وحقك علي، وبعوض لك اياها مرة تانية، منيح هيك؟ شلون بدك تعوض لي اياها إذا كل مرة هيك بتعمل فيني؟ أنت اشرطي اللي بدك اياه وبصير، منيح هيك؟ شو ما بدي؟ شو ما بدك؟ حتى لو كان ذهب؟ ولك حتى لو كان ذهب. بدي خاتم جديد؟ تكرم عينك، أحلى ذهب لعيونك. خليني إياك يا حبيبي. غيره يا عمري. خلاص أنت يا ما حدا يطلع حرف أحسن ما فضي المسدس براسك وبراسك. روّي روّي أخي، روّي إن شاء الله. شو بدك منا؟ اخ شو بدك؟ خذ اللي بدك يا وروح. رح اخذ كل شيء بدي اياه غصب عن راسك وراسه. اخي اللي بدك اياه روي واهدى وخليني اقوم انا اذا بدك، بس خليني اطلع شيء بدي هبات. لا اخي روي. طيب بس ان شاء الله اللي شو بدك. شو بدك؟ خليك قاعد مكانك. وانت هاتي الموبايلات وتعي لعندي. اخي شو بدك بالموبايلات؟ حبيبي اعطيه اللي بده اياه لك. انا خفت من شكل المسدس. لك اخي خذ الموبايلات، خذ اللي بدك اياه. اصلا نحن ما حنحسن نبلغ الشرطه لانه ما حنلحقي. انت فوق راسنا. هات خذ. تفضل بسيك بسيك. اخي بس خليني اطلع ان شاء الله. اطلع اجيب لك الذهبات، 40 جرام ذهب و200 الف دولار. بعطيك اياه هون وتركني واعتقني انا ومرتي. يستر على اختك يا اخي. ايوه وانا شو بستفاد من مصرياتك؟ بس اخذهم من هون بتروح بتبلغ علي الشرطة. لك يا اخي ما حبلغ. المصاري حلال زلال لك. بس لا ما ببلغ والله ما ببلغ. لا ما حذرت لا انت ولا هي. قومي تعي خلصيني. انت تعي لهون. يا علاء انت شو بدك مني؟ يا اخي مشان الله اتركها، مشان الله اتركها يا اخي. واذا بدك تاذيها وتعمل لها شيء اقتلني قبل ما تاذيها ان شاء الله. ما حذرت لا رح اقتلك وما رح اوساك ورح اعمل كل شيء على عينك. انت تعي لهون. تعي لهون. ان شاء الله اهدى. ان شاء الله اهدى. اهدى خلص اللي بدك يا بصير. انت مسك التليفون من جيبتي. طلع التليفون من جيبتي. كل ما بدك تصور ان شاء الله تني ولا تصور. اخ راس بلا لعي فاضي. خليك بارضك. حطوا لي كلمه السر. حطوا لي كلمه السر تبع الراوتر. خلصيني. يعني انت بس بدك كلمه السر ما بدك شيء ثاني؟ ايه بس بدي كلمة السر. يعني شو بدي منك ومنه يعني؟ يعني هاي هي شغلتها؟ ايه هاي هي شغلتي. ايه ومصرياتك ردوها على جيبتك انت وياها. قال مصاري وما مصاري قال. طيب وافقت على العرض اللي احنا حكينا عنه من شوي؟ عرضك؟ هو عرض مهري. لا 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 ما حذر لا والف لا. خلصيني انت لا تضيعي وقتي. خلصيني حطيني كلمة السر. حطيها ايه. اخي شغلت بعد بس خليني افهم شو قصدك. لك يا اخي كنا عم نحكي على الواتساب نحن والصبيه ماشي، فجاه بدها تبعث لي صوره البكيني. طب خلص الرصيد انزلنا ما خلينا محل ما كله مسكر ما في عنده رصيد مسكر. اضطريت انه اطلع عندكم لهون لحتى احط كلمه السر تبعكم. نحن ما عندنا راوتر. هل هي هي القصه؟ ايه هي هي القصه. اوف حبيبتي ضيفنا هذا واجب نحن نعمل له ضيافه حلوه. تفضل اقعد هون وروح جيبي له ضيافه. يا ميت اهلا وسهلا. انت قاعد وانا بجيب لك شيء بارد. واذا بدك تحكي فيديو كمان ما عندنا مشكله. ايه روحي هاتي هاتي باي هاتي هاتي باي شيء بارد روحي. هاي كلمة السر صارت موجودة عندها. عود لقلك نحكي كلمتين على جنب. عود لقلك عود ورجيني راسي بالبكين ورجيني شو هنا. لحظة حط هذا على جنب. ايه هاتو هاتو هاتو. لك شو بدك فيه؟ السلاح بايد الادب. ايه خلص بيجرى. I'm not sure what it means.